ويبقى معنا صلاح العاقل مراسل الغد المشرق في عدن. مساء الخير صلاح. إذا ما هي آخر المستجدات لديكم عن انهيار المبنى السكني في خور مكسر؟ نعم، الحمد لله تم إجلاء تقريبا معظم الساكنين في هذا المبنى الذي كان مهدد بالانهيار بأي لحظة من اللحظات، والحمد لله لطف الله سلم الساكنين أيضا من وقوع أي وفيات حتى الآن. عدد الجرحى لا زال حتى الآن 22 جريحا موزعين على مستشفيات العاصمة. هناك أيضا توجيهات من قبل السلطة المحلية لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للذين أصيبوا جراء هذا الحادث الأليم الذي أصاب منطقة خور مكسر تحديدا. فرق الإنقاذ أيضا لا زالت متواجدة هناك، وأيضا الدفاع المدني لرفع المخلفات، وهناك أيضا طاقم أمني من قبل إدارة أمن عدن متواجد في تلك المنطقة حفاظا على ممتلكات الساكنين هناك من السرقة أو من العبث. لا زالت أيضا أسباب الحادثة غير معروفة بالكامل، إلا أنه يرجح أن سبب قصف تعرضت له تلك البناية هو السبب الأساسي في انهيار تلك البناية. نعم. طيب صلاح، كيف رأيتم دور الأجهزة الأمنية وأجهزة الإنقاذ والإسعاف، وما مدى سرعة استجابتها؟ نعم، هناك كان اهتمام كبير من قبل إدارة أمن عدن وأيضا الدفاع المدني والسلطة المحلية ومكتب الصحة في عدن الذي لقي إشادة الجميع، وكانت هناك أكثر من 12 سيارة إسعاف مقدمة من قبل مكتب الصحة وأيضا من قبل إدارة أمن عدن والقوات المسلحة. هناك أيضا توجيهات من قبل السلطة المحلية لإنشاء غرفة عمليات مستعجلة لمتابعة الحادثة، وهناك إشراف مباشر من قبل محافظ عدن للوقوف على أضرار تلك الحادثة، والحمد لله تمت عملية الإنقاذ بشكل سريع وأيضا متواصل، وبمعاونة أيضا كل أبناء عدن. تقريبا كان هناك بالموقع الحادث رجال أمن ورجال مرور وإسعاف وأيضا مواطنين الذين هم كانوا السباقين في عمليات الإنقاذ منذ اللحظات الأولى. شكرا جزيلا لك صلاح العاقل مراسلنا في عدن.